نحن نريد أن تكون تمر راست هي نقطة انطلاقتنا نحو إفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية، واللقاء الذي سيكون إن شاء الله مساء بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ودول الساحل، المتعاملين الاقتصاديين لدول الساحل، نعطي أهمية قصوى باعتبار نريد أن تكون تمر راست هي بوابتنا. خاصة لا يخفى عليكم برنامج السيد الرئيس الذي أحيا المقايضة وأحيا مهرجان تمر راست، وبصدد إنجاز إن شاء الله في المستقبل مناطق الحرة، هذا ما يعطي أهمية قصوى لهذه المناطق. لذلك تلاحظوا أن برنامج السيد الرئيس، برنامج الحكومة، يولي أهمية قصوى لهذه المناطق الحدودية وعلى رأسهم تمر راست. لذلك فأعتقد بأن هذه الطبعة طبعة تتميز بخصوصية خاصة، وهذه الطبعة إن شاء الله نتمنى أن تحقق كل الأهداف التي سطرت من طرف الحكومة، وهي أن نجعل من تمر راست بوابتنا نحو السوق الإفريقية.